مول ميني مخصك واش فراسك حنا دروكا بقى باقي عندنا حنا 23 درهم قسما بالله الا 20 درهم بالله كنقولوا غير واش بدينا الاسلي شكون دابا هي ثلاثه 450 واش غادي ديك الاسلي صباح الخير فاميليا كيصبحتوا مزيان بخير المهم دابا كما كتشوفوا الاخوه لقيتونا في المدينه ديال مراكش غنشدوا طاكسي لمدينه ايملين المهم غنبداو المغامره ديالنا غتبدا من هنايا من مراكش كما قلت لكم اول وجهه غنمشيو ليها هي ايملين راه حطيت الساك ديالي الباجاج ديالي لاكون كما كتشوفوا راه فوق الطاكسي راه لهيه وصراحه مازال ما عارفش البخي ديال الطاكسيات المهم غادي نحاول انني نشارك معكم كاع لي زيطاي من يعني من الاول حتى الاخر خليوكم معنا المهم الاخوه دابا كما كتشوفوا كنتواجدوا حاليا مدينه ايمليل عرفتي الجو ديالها مقارنه مع مراكش كاين واحد الاختلاف كبير عرفتي السم ديال البرد هنا غير السم ديال البرد راه غير الدم باقي سخون فيها حيت هز الثقل دابا كما كتشوفوا المنظر هنا واعر انتوما كاين بيوتا كاين لي زابارتمون هنايا كاين يعني رياضات فين تبات الى اخره الماكله كاين كلشي يعني كلشي هنا موفر دابا غادي نشوفو شي جروب حيت قالوا لي ما تقدرش تطلع بوحدك تطلع بوحدك لجبل توبقال داكشي علاش خصني نشوف شي جروب اللي طالع لتوبقال اللي غنقدروا نطلعوا مع بعضياتنا المهم دابا كما تشوف غنشاركوا معكم هاد الاجواء الداخل ديال مدينه توبقال اوكي الا غتبات لنا غتبقى الدول اللي فوق ها الا غتبات هنا ان شاء الله غنضربوا دويره ديك الساعه يكون خير الله يحفظك المهم الاخوه دابا كما كتشوفوا هذه هي ايمليل دابا الاخوة قبل ما نساليكم لداخل ديال الفيلاج ديال ايمليل قررت اني نطلع الفوق ونوريكم واحد الفيو اللي غيكون واعر حتى هاد الشكارة هادي اللي هاز شحال هزة ديال الثقل او لا لا ما بغيتش نزرب نشد شي بارطما شي شومبر ولا شي حاجة لا لا شكرا كيكون فين هنايا مريزيرفي عندي ها عندي فين واش مريزيرفي؟ لا ما مريزيرفيش يلا واش غادي نبغي ندير كومبين يلا بغيت ندير كومبين باش الزربه راه ما مزياناش بعض الاحيان والله العظيم هاد خونا اللي داز اخوتي دابا اللي شفتو من مورايا قال لي راه كاين واحد الكومبين يعني فين تقدر تحط لاطون ديالك وفين تقدر تجلس المهم دابا غنمشيو نشوفو حيت اخوتي انا ما عنديش اكسبيريونس في هاد البلانات ديال التريب راكم عارفين سو غنطلعوا لديك الكوبين نشوفوا كيفاش داير ونرجعوا نساريكم في الفيلاج ديال ايمليل صراحه الفيو من الفوق يكون واعر شوف كيفاش دايره واو
لان راه كل واحد كيقول الهضره. الاخر قالوا لي راه ممنوع تحط له لاطون ديالك. تاسخونا قال لك لا راه كاين فين تقدر تا راه كاين الكوبين هنا الا بغيتي تجلس معاهم تما. احنا نشوفو ناري يا خوتي على فيو كي داير. خير الحمد لله لقينا فين نباتو ب 30 درهم نقصوها من 500 درهم. قال لك ممنوع دير لاطوند، ممنوع دير لاطوند ديالك هنايا، ولكن لقينا واحد السيد هنايا كيجي واقيلا عنده الكبر كيديروا الكومبين لداخل. المهم واحد لاطيراس اون فاس الدار ديالو، هو تيكري لي زابارتومون، تيكري البيوت تماك. المهم غنرجع دابا غنمشي نساريكم لداخل ديال الفيلاج ديال امليل، وعاد غنرجع نصايب لاطوند ديالي فين غنبات. وما كنظنش انني غنقدر نطلع سميتو للتوبقى، لان ماشي بحيث البعد ولا شي حاجه، بحيث الفلوس فهمتيني. يعني باغي ماناجي راسي، يعني باغي ما باغيش نخسر بزاف حيت ما عنديش فهمتيني. يعني جايب واحد البودجي اللي قليل، هما قال لك باش تطلع ضروري كاين البوستات ديال الجوندارم بعد ما وقع داك الشيء، بعد ما داكشي اللي كان وقع لديك القوريات صافي ولاو الجوندارم يعني في كاع المنطقه، وكاينين دايرين بوستات تما. قال لك ما كيخليوكش تطلع الا ما كانش معاك قيد، وانا بوحدي يعني خصني ندبر على جروب، وتا الا دبرت على جروب غادي خصك تخلص واحد 150 درهم ولا هادي، ويومين راه ماشي ساعه ولا جوج سوايع باش تطلع للتوبقى. قال لك خصك واحد اليومين. صراحه والله ما كرهت، ما عنديش مشكل نطلع على رجليا ولا هادي، يعني كان عندي فين نبات وعندي داك يعني داك الفلوس المصروف الكافي باش انني نطلع ونعاود نهبط والله تنطلع، ولكن هادشي اللي كاين. بان لي غادي نبات هاد الليله هنايا، وغدا غادي نكمل التراجي ديالي وقع على رجليا ولا على اوتوستوب ولا اللي كان. دابا غنهبطو كما قلنا لكم نساليكم في الفيلاج ديال سبيسو ديال امليل، وعاد غنرجع نصايب لاطوند وغتشوفوا كيفاش غنقادها وكيفاش غنبات في اول ليله في الخلاء ب 30 درهم. انا طلعت لفوق، دابا علاش هابط انايا لتحت؟ اول حاجه هابط باش نساريكم نتومايا، وهابط باش ناكل شي حاجه، لان من الصباح اخوتي ما كلت شي حاجه. ودابا هادي راه الربعه العشيه عندهم هنايا، والجو كما قلت لكم مغاير على جو ديال مراكش. مراكش فيها الحراره كان الصهد، وهنايا كاين البرد. راه غير باقي الدم كما قلت لكم سخون فيا، داكشي علاش. اما هنايا كاين البرد، شوفوا راه كاين الثلج كما كتشوفوا لهيه. كيقول هذيك جوزيو كيسحبوا الزكايه. المهم الاخوه دابا كما قلت لكم غنهبط نساريكم في الفيلاج ديال امليل، ولكن انا هبط تلاقيت مع هذا الاخ السميه مصطفى وايوب نور الدين. الدراري كيديروا حتى هما التريب، دراري ولاد الناس. المهم بقينا كنديو في الهضره ونجيبو، قالوا لي من الاحسن يعني نصحوني، قالوا لي من الاحسن ما تطلعش للتوبقى في هذه الوقيته. نجربوها في الصيف ونجربوها كاع انا وياك شي خطره ان شاء الله. وهذا الاخ حتى هو كيجي نور الدين وايوب حتى هو الصيف ولا بلا صيف، الا بغيتي تجربها ثاني في الثلج وزعما بغيتي الثلج خليها غير واحد الشهر، حنا بنرجعوا ثاني صافي، نرجعوا في الاخر ديال الشهر الاول ديال شهر ثلاثه، وديك الساعه بين تجي راه شدينا دابا النمره ديالك ونتحركوا ونديروا معاه. اصلا اخوتي باش تطلع للتوبقى راه كيطلب داك الشيء المصاريف بزاف، قال لك بعدا المينيموم. المينيموم خصك واش فراسك؟ حنا دروكا باقي عندنا حنا 23 درهم قسما بالله الا 20 درهم بالله، كنقولوا غير واش بدينا الاسني. شكون دابا هي بثلاثه 450 باش غادي ديك الاسني، وهذاك بدينا نعطوه 400 وكنقول له الا بغيت هذا عندي واحد التعبئه دراري الله صح، دراري الله صح. عرفتي علاش؟ لحقاش حنا حصلنا في الروبيج وداك الشيء اللي عندنا ما عندكش، كيبغي يزبيت بات في الزنقه وبيت بات برا، هو البرد البرد وهذاك الشيء اللي عندنا كامل عطيناه ليه باش نباتوا تما. ها وما كاينش لنا 700 درهم الروبيج، ما كاينش سميتو، ما كاينش اللي يتعامل معكم هكا طلبوا ضيف الله ولا شي حاجه. لا راه دابا الروبيج هو بحال واحد لوطيل كاين في داك، انا فهمتي هو كاين بحدود تما، ما كاينش دابا ماشي على حساب هو تيقول زعما الا كاين شي دار دابا هو ما كاينش، هو دابا عاود ما كاين هو واحد بحال واحد لوطيط وعنده واحد الثمن كيبدا من 195 درهم، وكاين تحت واقيلا
150 درهم. المهم اخوتي انا بان لي هادشي ما مسلكش. كاينش زعما باش حنا راه البارح فاش طلعنا راه حتى فات العشاء عاد وصلنا للرفيجه. وحنا هو الجروب الوحيد اللي طلع البارح وشهور هذيك ما عرفت قال لك واقيلا من قبل ما يدخل البوناني حتى شي واحد ما طلع للسومي. يعني راه صعيب والطريق محبوسه. حنا راه براسنا والله العظيم الا كنعودوا غاديين كاينش غادي تيقراوا القران. وهذا انا تفكرت هذيك الايه ديال وما كان الله معذبا وما هم يستغفرون وبقيت كنستغفر الله العظيم والله العظيم. واش كاين بصح داك البلان ديال البراجات قال لك ما تقدرش تطلع بوحدك؟ كاينين ثلاثه ديال لي بوان داروها في 2019 لحقاش انا طلعت 2019 انا واحد الدري طلعت لي سميتو ياسين هذا الدري. وفاش لي طلعنا انا وياه كانوا حبسونا قال لك ولا بدا لنا كذا من تما عرفتي فاش لي ماتوا دوك الصحيحات هادو من تما بداو لي بوان داك الشيء بداو كيزيروا في دابا غادي داك الشيء كيتزير. يعني ضروري خصك هذا وخصك الكيد وخصك بزاف الامور خصك. دابا انتم الفواياج ديالكم ان شاء الله منين بدا حتى فين غتساليو؟ احنا هادو احنا المهم كان عندنا واحد 3 ايام هادو خدامين. انا كنقريض لي غير ساليت سميتو بقى عندي شي 15 يوم انا وهذا من هوارة. تكيوين تبارك الله. دابا غتمشيو حتى ترجعوا حتى تما. حنا دروك غادي حنا شكون جينا من هاد الطريق اللي قلت لك البارح من تينمال ويركاع من جيت حتى فين قلت. المهم حنا دزنا من هوارة تارودان بلاد برحيل. بلاد برحيل جدينا على الطريق ديال تيزين طاسطا صعيب هذاك الطريق فهمتي زوينه زعما ماشي. حنا ملي كنقولوا صعيب يعني كنقولوا هذاك الشيء اللي كاين ماشي بديك. ملي كنقولوا حنا الانسان ملي يبقى يعود يسمع صعيب ماشي ديك صعيب انك كتفشل ولكن غير صعيب انك كتعرف شنو كتسناك. ولكن ما تكونش عندك الفكره ديال السلام ولا كذا. وشنو هو الطراج اللي تنصحني به اللي نقدر نرجع بحالاتي يعني باش نكمل حتى للصحراء؟ انا الهدف ديالي هو نوصل حتى اخر منطقه في انا كتبان لي الطريق لان كاين هما تقريبا جوج طرقان. كاين ما غاديش تشيطر مراكش وتدوز على على انا جيت من مراكش. لا قلت لك الا بغيتي تشيطر مراكش وتدوز على سميتو وتمشي على طريق امين تانوت وديك سميتو ديك بحال ديك قوم جرانه وديك تيمز كاديوين وتوصل المهم لاكادير ومن اكادير هنا تعود غادي دوز نيت بلو دوز تيزني دوز داكشي. ما بغيتي زعما ما بغيتيش تطول عليك الطريق والفلوس وباغي انك تكتشف وترجع معنا الطريق اللي جينا حنا منها. امسني غادي تمشي لاسني قول لهم ادينوا الويركان. الويركان من الويركان راه غايدوك من الويركان ثاني شوف دوز في هذيك الليله فيها واحد البراج وفيها الخضوره ويا سلام وخا تزنا من تما غادي تمشي تمشي من ويركان غادي تمشي لجوكاك. انا بان لي اللي طالب معاهم ديف الله هو راه كاين والله الا الناس تما راه كاين. احنا دابا ني تهابطين واحد قال لك ولا بدا تشرب عندنا اتاي قلنا لي راه بينا نجيو واحد الشهر مغاربه والله الا كرامه مغاربه والله الا كرامه اشحر داك البراد راه واحد الشهر وبين جولي ان شاء الله. المهم الدراري شكرا بزاف كانت فرصه سعيده اننا تلاقيناكم سي مصطفى. صلى لنا فراسك شكرا بزاف خويا نور الطيب. صلى لنا فراسك خويا ايوب الله يحفظك شكرا بزاف الدراري والله الا فشكل اخوتي والله الا الدراري فشكل. وخدينا من عندهم واحد المعلومات اللي غنستافدوا منها. المهم دابا غنديروا ناقص من البلان ديال توبقال لان ماشي قاصح. ما قلت لكمش قاصح هو كيطلب مصروف بزاف ولكن هادشي اللي كاين. دابا نساريوكم هنايا نمشيو ناكلوا شي اكله عندهم هنايا في امليل ومن بعدها ان شاء الله غنرجعوا نشوفوا البلاصه فين بات. حتى لاطونت كنت كنفكر انني نتلقاهم بات على برا ولكن ما عنديش الكشاف حيت البرد بزاف كما كتشوف راه غير الثلوجات راه هما. المهم الاخوه دابا غادي نطلعوا الفوق ونجلسوا الفوق في لاطيراس ديال هاد البلاصه اللي غناكلوا فيها. كما عرفتش الطلعه منين واقيلا واش من هنا. هادي دار ماشي هادي الطلعه. واش هنا ولا واقيلا هنا؟ شو الجلسة كيفاش دايرة الخوص؟ صحا هاد الصورة اللي غنتغدا فيها هي هادي راه كاينة لتحت هانتوما. انتما الاخوه انتما كما كتشوفوا الاخوه هذا هو الغداء
طلبنا واحد البروشيط، واحد كاس ديال اتاي ب الزعتر، رقم ديال الدات. هانتوما الاخوه كما كتشوفوا دابا الغدا حضر، جابنا سميتو البروشيط، واحد الكاس ديال اتاي ب ناري برات شحال زال برات ديال اتاي بالزعتر. وكما كتشوفوا المنظر الهائل الرائع في اطار تشجيع السياحه الداخليه. المهم الاخوان، بعد ما شبعنا الكريشه دابا غنمشيو نشوفو شي بويت، لان هذيك البلاصه الصراحه بعيده، جايه في قندهار. دابا غنمشيو نشوفو غير شي بويت، واصلا انت باش غدير لاطونت وتبات فيها على برا، شوف ديك واد هذيك باش غدير لاطونت تبات فيها على برا، البرد بزاف وما عنديش الكاشه. اها مرحبا. المهم الاخوه، لقينا بيت، والله العظيم لقيت بيت غير ب 50 درهم مع السي ابراهيم، تحيه ليه اللي جا الامليل يسول على السي ابراهيم. فين كتكون السي ابراهيم؟ دوار نصك. دوار نصك السي ابراهيم، لقى لنا بيت اخوتي غير ب 50 درهم، داك الشيء واعر. انا ما نقدرش، شنو تقدر تقول لهم؟ المهم نقول له مرحبا. صافي مرحبا، مرحبا بكم في امليل. مرحبا بكم في امليل، راه غيتهلا فيكم السي ابراهيم. الله يحفظك اخويا ابراهيم، شكرا بزاف، تحياتي. المهم اخوتي، راه كما قلت لكم ما نقدرش ندير لاطونت، البرد بزاف وما باغيش نعامر براسي. اللهم بيت ب 50 درهم، الخليفة على الله. المهم اخوتي، جينا لواحد الريستورانت هنا، واحد المطعم، فيه واحد الفيو ناضي. طلعنا غير باش نضربوا التصاور، ماشي باش نتغداو ولا شي حاجه. صراحه مناظر خلابه، مناظر واعره بزاف كما كتشوفوا هنايا. هنايا عندهم الرياضات، هنا الرياضات كاينين في سميتو، كاينين في الجبال، داكشي عندهم واعر والله العظيم. سولت على الاثمنه، لقيت الاثمنه ما بين 250 300 درهم الليله، ولكن الصراحه يستاهلوا. شوف على المناظر كيفاش دايره. جينا خدينا بعض الصور هنايا، خليوهم كذكرى باننا دزنا على هذه المنطقه. كما كتشوفوا هنايا، شوفوا على فيو كيفاش داير من هذه الجهه هذه عاوتاني. هذا هو السونتر ديال الفيلاج ديالهم ديال امليل. كاين واحد الرياض الهائل فوق اللي كيبان لكم. المهم الاخوه، دابا كما كتشوفوا راه جينا كيتعرفش الضو هنايا، عقلت على البيت اللي ولاتني. راه هو هذا، عين شوف، هو هذا، ها هو هذا، هذا هو البيت اللي غنباتو فيه هاد الليله. كواش الله، شوفوا شحال ديال الباكاج الصلاحي، شوف نوريكم الفيديو اللي كيطلع عليه هاد البيت هذا. اوف، كيطلع على الجامع كما كتشوفوا، الحومه هي هادي، وبثمن مناسب. كنا غنباتو ب 30 درهم، 30 درهم وغادي سميتو غادي تفرش، غادي تصايب لاطونت ديالك تما يبقى يضرب فيك البرد. صدقنا حنا غنباتو هنايا ب 50 درهم، مخبيين من البرد، مغطيين بالكاشه، بالدوزان ديالنا، بالمسائل ديالنا. والصباح تنشدو الطريق ان شاء الله للاسني. فكرت
ما غاديش اخوتي نكمل الطريق ما غاديش نمشي للتوبقال دابا غادي لان كما قلت لكم المهمه ديالنا هي نوصلوا لاخر نقطه في الصحراء صور بلان هو هذا ما غاديش نكمل ما غاديش نطلع للتوبقال باش نمشي حيت ما غيكفينيش الفلوس صور دابا غنمشيو للاسني ومن اسني غنشد طريق الورزازات وغندوز داك النهار في ورزازات عاوتاني من بعد النهار الثاني عاد نكملوا ان شاء الله الطريق وهادشي اللي كاين نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا في هذا الفلوق ديال اليوم ضحكتوا نشطوا شفتوا حاجه زوينه وهادشي اللي كاين اخوتي بيس الله فيكم كاملين غادي ليكم كاملين.